بسم الله. هاي اجي التوكل على ربك. هو نقلب الطبليات والتوكل على ربك. يا سيدك، كل شيء واضح نورمالمون، لان الكام تاعو محلول اللي سكر باش ما يظهرلوش بعد اللي في التسجيلات وعايشكم به. يا سيدك، شوفوا من بعضنا يعني ايه اش نخدم لك وصيه متاع اسئله. شكون يجي معايا؟ ايه اعطيني كلام اللي بدها تعاود بدها تخدم بدها تحرك. انا قاعد نخدم لكم، اي انا قاعد نخدم لكم. نعمل لي سيونس تاع ريفيزيون الا قبل الدفوار دي سانتيز باش نوصل الكل كيف كيف. طيب شنو واصل في رحلتنا مزيانه؟ دونك اعطيني لهنا شكون يجي. ولا الامريكي تفضل، ولا تفضل اخوياي تسمع فيا. ولا تسمع السلام فيا. عليكم. مريقة وعليكم مسيو السلام اخويا، ما شاء الله عليك. معك نبدا نتوكل على ربي. اعطيني لك السيونس الاولى هذه، شنو هي والله هذه؟ اللول هاي نتوكل والله اللول شنو هي؟ هذيك مسيو عندك عندنا من اللول اي ان بي اي ان بار تتقلم تولي اي ان با. شنو معاه؟ هاي معاها هايك اي دو اي تولي عن اي ان بار اند اي دي. ولنا شنو عنا؟ اي تروا. غاديك اترو اترو بار ما شاء الله عليك. ولنا اي كاتر. وغاديك اي اكات دونك شو اللي عندنا لهنا؟ عندنا اي ان بار اند اي دي اند اي تروا اند بار اترو بار اند اي كاتر. صحيح ولا مش صحيح؟ بالطبع هذه متاع صحيح ذري، راهي متاع ذري متاع ذري متاع ذري. عندنا لهني ايش عندنا لهني؟ لعبة اي صغيرة ا ذي لعبه صغار. صحيح، خلينا نكمل نفرفشها هذه باش توضح. عندنا لهني اي ا اي دي. شكون الحبايب هذا؟ شكون الحبايب هذا؟ هذاك اكزور اكزور. هذا واضح. دونك اي ا اكزور اي كاتر. نزيدوا في الرحله والرحله ما زالت طويله. دونك عندنا لهني اي ا، وعندنا لهني اي دي. ستقلب شنو تولي؟ دوبار ما شاء الله عليك. دوبار اي ا اند اند دوبار اند اي دي بار. وعندنا لهني ايش؟ اي كاتر ايش؟ كاتر بار اي كاتر بار اند اي تروا. شتولي اي تروا كترون اند اي كاتر بار. شتولي اللي بعد اللي كاتر حنطار؟ بار اي ا اند اي دي بار ها اند اي تروا اور اند اور اور اور. يا شو يخرج اللي نسلق؟ اور مسير اي هوني هوني هاني هوني ب نتعدل يعني مع تالي. شنو عندنا؟ اي دي اي اللي تروا. بعد دونك عندي لنا اي دي، ولنا عندنا اي تروا. تولي لي اي دي اكزور، مش اكزور هذه، اكس نور. اتروابا اكس نور اكس نون اكس نور ولا اي اكزور تروا. بار ولا اكزور بار. صحيح. وهذه اي ا اي تروا اي ا نور اي تروا. ربي الصغير بربي لك الشباب اللي مضيع شوية، فهمتني؟ ربي الصغير للشباب اللي مضيع شوية. عندك البار نور، كيفاش تختار؟ هذه نور آ نور بي. وعندنا هذه النانت آ نانت بي. كملها نور نور، كما نقولوا احنا نور افريق، نور وسود كلها في البوصلة. كملها بالبوصلة هذه انا فلاش. وهذه حديدة شيح، حديدة ساكن، حديدة ساكن كيكا ولا تبعي؟ اي ايه مرة منظمة اخويا الباهي. ايش نحطوا لونتري والسورتي؟ طيب شنو نحطوا لونتري والسورتي؟ الار ا زيرو اخويا الباهي، هذه ار ا زيرو. اونتري ولا سورتي؟ يجي نلوجوا عليها مع بعض. ليش؟ مسيو ورينا بلي وريناك ايه بلي تدلل اوكي تدلل. ايه ما شاء الله عليك اخويا، ما شاء الله عليك. اونتري دونك هذه اونتري. هذه اونتري. الاو انتري الار ا ا الار اي ا الار ا ا ا انتري ار ا ا اونتري. والار ا دي، انتري زين والار ا تروا، انتري والار ا كاتر. ما شي موجوده. دونك سورتي نكتب انسي. لا مش موجوده، مش موجوده، مش عندك ار موجوده. بي كات اي مش موجود ار بي. بعدين نسيت انا عندك ار بي اللي ما فهمش يعني ار بي. ار بي هذيك سورتي. مسيو اي السورتي حتى الار بي كات هاكم صح. مسيو السورتي عندك شنو؟ ار بي كات. سورتي 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 سورتي. مشي مربوطه، مشي مربوطه، مشي مربوطه، وسيب المربوط كيك ولا مش كيك؟
واضح ولا مش واضح؟ واضح من السياق على الاخر، واضح على الاخر. يعطيك الصحة. لا يعطيك الصحة. ب ب انت انا سيدك. لا شوفت كلام بسيط، شوفت ما بيه نكمل معاك. ايه، كمل معي هذا يا اخي، نكملوه خطر الساعه معناها، فهمتني؟ تولي بور ا اونتري بابا، قال لك اكثرش من هيك، قال لك تولي بور ا اونتري، اونتري يفتحوا دون من ما هونيه واحد الكل. صحيت ما شاء الله عليك. واحد كل هذول مش موجودين، نجم تحطهم زيرو، تعرفش معناها هذه؟ يجوا هناك في التصوير باش تفهم. بصير ما نحطها، ما نحطوهم واحد باش نجم نكتبوا اف اف تجينا السيادة. نجم فما بروفايل دي بدا يتبولد، يبدا خرشي فهمتني، يبدا يتبولد يقول لك ما تجيش واحد. اي علاش؟ بصير، فسر اي لك، فسر لك، اكسس، اي خاطرهم مش موجودين جمله، معناها مش موجود، بصير مش نحن في مزروع. اي تفضل. بصير نحن في الدفوار، اكتب هيلنا رومارك وحطها في كروك يا صغير وقلبها. اه فهمتك، يعملها قلت لك معناها اني انت ابعد عن والله الس... مسيو، عاش ايه نكست، تصير اقسم اخوي، بالله مسيو، والله حطها كيف في كارو وقلبها، قال توت تصير لزانكوني هذوكم اللي ما نعرفوهم مش حطهم. تصير. ورد بالك، فما هذوك يتسموا نو امبلونتي اللي مش هم مزروعين، فما نو كونكتي، نو كونكتي مش هم مربوطين، دونك ثبت في الكلمه اللي اعطاها لك، فهمت؟ واضح دونك بصير، جيب واضح. لي هنا، شوف لنا شنو قالك. من الار بي للار بي كادر سورتي، عندك سورتي ار كيف بي 0 ار بي 1 ار بي 2 ار بي 3 ار بي 4 يحدد؟ والاخرين اونتري كيف اونتري يحدد؟ اونتري. لا لا اونتري. لا وي مش كيما تحب برو، شوف شنو قالك. طيب يقول لك هيك تقول له كيما نحب، فرض عليك يعني. اي 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 دونك اصبر، اخذوهم بالاربعه بالاربعه، هذه اف وهذه واحد، دونك واحد اف، واحد وعندك اف هذه اي وهذه زيرو، اي زيرو اي ده. تابلير ليكواسيون دي سورتي دي اس ان ليكواسيونات، مش ما ليك مش نعمل معاك ليه، صحيت يا ما برو. نعمل دونك ليه، احنا قاعدين نخدموا بالتكنولوجيا، هذه تتسمى التكنولوجيا اللي نخدموا بها طبعا. دونك نعمل كوبي لهذا الكل، نهز هذا الكل، هذه التكنولوجيا، هذا التطور العلمي، نهز هذا، نجي لهنا ونلوح كل لوح عندي بكل هيك، هذا مش نقلب لهنا، فهمتني؟ ونقحز كل واحد لبلاصتها ايه وكذا. هذيك بعد لي عاد لعبة دراري صغار ولا، فهمتني؟ مضرب ويحيى العلم هيك، هاي يحيى العلم. هاي كل اوبا واحد، كل واحد شد مضربه بعد. صحيت، هذيك امريكا. نواصلوا لهنا، عندنا اس بيت معناها مربوطة، نعمل بعديك اس بيت الكل، نعمل اس اس بيت بيت بالكعبة بالكعبة، اي دي ايه ات ار اس بيت ار هكاك سلاش بيت، وتقعد بعدك تمشي كيكة اي دي هيك. اترو، هضم الكل. هوا تقول لي لوين نوصل يا مهدي؟ هوا عندك، هوا يجي نوريهم لك. هوا عندك اي ار اي دي اترو دي اي كاتر اتروا اس اس ان اس دي اس اس دي تروا اس اتروا كاتر اس اس بيت اس اس سانك ات بور بي، هذا بور بي 4 سلاش بيت، ار بي 4 سلاش بيت. به هذه ما عندناش فيها قضيه، هذه الديكلاراسيون الاولانيه تفهمنا فيها، تعدوا البارتي الثانيه في الكود تريس اللي لاي بالونتري سورتي، يما انا خدمينه عاد تريس برو ان اف و اي زيرو كيكا بابا ولا ثم نعمل في التابلو صحيت، ان اف اف و و اي زيرو زيرو. البور بي ديما نحط له انيسياليزاسيون ريغولار، صفر، رسمه شنو؟ انيسياليزيشن في الصفر، صفر صحيت، صفر نجيب لي اني صفر، اني حاطط له صفر ريتها ولا اني صفر. اي واضح. با ايكواسيون بتاع الاس ان، طيب نطلعوا ممكن الايكواسيونات اللي خدمناها مع بعض، هاي الايكواسيون بتاعنا هذه، شوفها بابا. با شنزه كوبي كلي كالعاده، شنو مش نكتبها في الكود، لكن بالطبيعه الايكواسيون ما تكتبش هكاكا، نكتبها بالفورمه نتاعها هذه، هذه فما الاس الاي ان مسيو نحطه وكا الزوز، وكا الزوز ويا صحيت. الاي نحطوه. هذوك هم دونك اس ان رسوا، البار تولي نقطه تعجب نوت اي ان، هذه نقصد بها او ما فهمنيش، هذه نقصد بها البار. اند تكتب بزوز وحيدك اي دي زوز ويا اند تقلو. صحيت نوت اي 3 اند اي 4، واضح ولا مش واضح؟ واضح واضح وصريح جدا. يعطيك الصحة. نتعدى الاس دي، اس دي ايجال نفس العملية بالضبط يا اخويا الباهي، اي ا اكزور اي 4. تقول لي يا مهدي الاكزور كيفاش تكتب؟ برجع للكور كان محل ثاني، عمل الكور انا يعني. فهمتني؟ اني هني عمل اي الكور مسيو كان محل في اي حاجة ارجع للكور. اوكي باه
فمش كل مثل لام تتوش تعدى إلى بعدها ثلاثة. هذه سهلة، هذه شو ما ريكم كيفاش تعمل هذه الاسكاتر، فمش كل ما يعرفهاش. هذه سهلة اسكاتر اكس نور، شكون يقول لك كيفاش نعملها اكس نور؟ ما عنديش ايكواسيون اسمها اكس نور، ما عندكش حل نجمو نعملوه. خدنا مخ may not or may not صحيت or بس نوت اكزور، نوت اكزور اكس نور هي نوت اكزور، دونك اي دي اي دي اكزور اي 3 هذه هي. مش هزيدها النوت، نوت على الكل، شوف شوف العفسه، النوت كتزيد تزيد على الكل، على هذا الكل. عباره عملت هيك يعني، ايش عملت؟ اي دي يعني دخلها عليهم الكل مسيو. على الكل هيك بالضبط، هي اي دي اكزور اي 3 لتو بار. هذه هي الاكسبرسيون اللي انا خدمتها لكم، جست عوضتها بالكود. اوكي به ليكواسيون بتاع الاس 5، اس 5 رسوا شنو تساوي الاس 5؟ اي ا نور اي 3 هذا هي اي ا كالعاده، اور اور تكتب بك زوز بارات اي 3 باش نزيدها نوت. اوكي اوكي مسيو، شنو نعمل لها طاوة ديلي؟ شو تولي اتوندر 100 ملي؟ شنو تولي ديلي تيري بار ام اس ام اس ال مي 100 بوان فيرجول. ما تنساش البوان فيرجول، لان ما تنساش البوان فيرجول، لان ما تنساش البوان مسيو. فيرجول، لان وقتاش شكل يعطيه لي هو مثلا سانك رد هنا سانك سون ولا لا شوف ديما بالملي سيكوند، انت كان اعطيها لك بالسيكوند هيك، يعطيك هيك ان سيكوند، ان سيكوند تولي 1000. اوكي واضح خاطر واضح ان سيكوند هي تساوي واضح 1000 ملي سيكوند، وانت اسمها ديلي ام اس، هي اسمها بالنسبة ديلي لكم ام اس بالملي سيكوند، مش حطها لي بالسيكوند، نملي وكيك ان جول. اوكي باه باه فهمت مسير واضح جونا باهي. اي يعطيك الصحة أمريكي، خدمة مزيانة منظمة، واحد تاع إنسان مركز. لا بعده شكون يحب يخدم معايا تمرين؟ لا بعده لهني. أي شكون يحب يخدم معايا تمرين؟ لا بعده ما في حد شيء، إن شاء الله تكونوا خدمتوهم في الدار، خاطر نايس. قلت لكم يخدموا في الدار، أنا متأكد لأني قلت لكم. شكون يحب يكتب لي ميساج؟ مثال سين تبع معنا هذا، مش منضيعوش الوقت، تبع معنا جديد وبعدين نرجع للقديم أخويا الباهي رانيا، خاطر تترقى حتى التسجيل نهبطوا الليلة إن شاء الله، فهمت؟ مش ما نضيعوش الوقت، كل واحد معنا كونكسيون تقصر على ودوله تخش بعضها الدنيا. اي يا راني ايه صحيت ايه، نجيب بعضنا نحن اون ديزير كوم اون دي لا ليت دي ان اون يوتيليزون بوتون بي بي اينو امبريسيون بي بي تشعل الدي ان ديرون 3 سكوند كوي ال 7. نجمش تفسر لي البروجرام بالدارجه؟ كي ننزلوا على البوتون بوسوا البي بي اللي تشعل تبقى 3 سكوند ومن بعد تطفى. ما شاء الله عليك، ملا تفسير وملا خدمة، ملا تفسير وملا خدمة. به اس بيت ليد اه وين مربوطة؟ ليد ات ار بي زيرو ناقصة ار بي زيرو سلاش جيت سلاش بيت بوان فيرجيل. بعدين ليش نجي لهني اس بيت بي بي ات ار ا زيرو سلاش بيت، فما منه جو باي فويد مين نخدمه منه، فويد مين شو عندنا في الفويد مين؟ هاي يا برو هاتي فويد مين شو نعملوا فيه هنا؟ باش نحطو كونفيغوراسيون دي تريس. صحيت تريبيا الكونفيغوراسيون بتاع لي ريجيستر بتاعنا، دونك شنو نجي نخدم هنا؟ شنو نجي نخدم التريس؟ نبدأ بالواحد بالواحد، عندنا الا فيه شويه خيوط، دونك شنو نكتب لنا تريس ا رسوة هذه ايش فيها؟ اونتري ولا سورتي ولا فسر لي؟ بوتون بسوار اونتري دونك بوتون بوسوار اونتري، دونك نجم نكونفيغوريو الكل كوم اونتري، شنو يطلع فيه الريجيستر؟ شنو يطلع فيه؟ بنحطوا الكل اونتري، عندكش فكر؟ اونتري مسيو البوتون بسوار اونتري بات ايه اني شنو يطلع لي فيه الريجيستر؟ كي نحط الكل اونتري شنو يطلع لي فيه؟ هاي عاد
اف اف F-F. Déjà oh, un jeu x f gagné. f Donc 0, X, F, F, point virgule. نتعدى بالتريس بي سورتي. دونك بالفيسا ما نضيعوش فيه الوقت. كل سورتي 0, X, 0, 0. وايل A. زيرو زيرو بوان فيرجيل. وايل A. F. شو يصير طبعا؟ كي نزلوا على البوتون بسوار كي نزلوا على البوتون بسوار تولي ان ايه كيفاش نكتب هذه في الكود؟ اف ار ا زيرو تولي لا، ان ما غير ما نقول ار ا 0 ولا ار بي 0. علاش؟ خاطر انت ديجا عرفت البوتون باسوار شو اسمه، عرفت البوتون باسوار اه مربوط في الار ا 0. بإف بإف بي بي اتيكال ان صح، اف بي بي ايجالا هذه معناها البوتون منزول كيكا، ولا البوتون منزول بقى كالبوتون منزول. شنو يجرى لها اللمبة؟ هيا ليد اتيغال ان ليد دي ان، تبع نفس الطريقة. ليد اسمها ليد، وكو مش ليد دي ان. ليد رسوا، ليد رسوا اتيغال ان ان بوان فيرجيل. ديلي ام اس قديش تقعد؟ 3000 3000. صح صحيح. بلا نسأل سؤال عشان نجاوبه في الميساجات، خاطر نمشي نقرا فيه. 3000 انس معناها ما كانش. شو معناها ما كانش؟ كان البطوم شو منزول. اف بي بي مش واحد، معناها القرص ما تنزلش. شنو يجرى لها اللامباي؟ ليد اتيغال زيرو لا دهر سوا تبقى ما زيرو. تشعلش ليد اتيغال زيرو ري بيان، ري بيان خدمتك منظمة وجوك أحلى جو. به أحلى صحيح. ميرا، ميرا، ميرا شو قلت لكم؟ قلت لك بسي أني علاش اف اف وفما دي بي مش موجودين. صحيح، أني اللي مش موجودين حطيتهم آه. أنت حطيتهم زيرو، هكا علاش طلع لك آه اف. مش معناه أنت غلطة، أنت صحيحة أساسا، والإجابة بتاعك هي الأصح. النو امبلونتي حطيتهم زيرو، وأنت أني النو امبلونتي حطيتهم آه. That's the difference. ده نتاع دواء. اي شكون اخر معنا في هذا؟ شكون اخر؟ اعطيني واحد اخر. شكون يحب يجيني؟ شكون؟ اي عادي، شكون يحب يقالي معنا؟ يخلي ياسين تفضل. اي تفضلي. أهلا مسيو، هاي تسمع فيا برو؟ سلام. سلام تسمع والرحمة. فيا مسيو هنيه؟ نسمع فيك اخويا. اقرا لي لينو نصير فسروا لي بالدرجة. أيه باي طبعا على باي اقرا لي باي لينو نصير طبي فسروا لي كومون بالدرجة. دي اولي دي واضح نعم واضح هاي اون دي جير كومون دي اولي دي بي ان اون اوتيليزون دو بوتون بو سوا بي بي ان اي بي بي دو اون امبولسيون سور لو بوتون بي بي ان نالوم لا ليت دي ان اي اون امبولسيون سور لو بوتون بي بي 2 ايتان لي دي ان. قال لك لهنا عندنا معناها لي دي ان عندنا انبوبه كوموندي تتحكم فيها دو بوتون بوسوار اللي به هما بي بي 1 بي 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 2 ما باكي شاء اللي الله. تامبليكي معناتها تنزل انت تعمل امبليسيون على البي بي 1 راهي باش تشعل، وايل سوفي انت تزيد على البي بي 2 راهي باش تطفي الليد بتاعك. لا صحيح كلامك، والله صحيح كلامك صحيح. دونك نجي لنا واش نكتب اس بيت بي بي ان ات، وين مربوطه البي بي 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 ان؟ 1 عن ار ا 0 ات بي بي ان على ار ا 0 كل هكا تيري بالويت بيت سلاش بيت باهي. والبي بي دي بالبي بي 2 عندنا في الار ا ار ا بيت. واس بيت في الار بي زيرو، شكون اللي في الار بي زيرو؟ هي فيها الليد دي ا. لا دي ان تريس ا تريجي نخدمو تريس ا لهنا. شوف معايا التريس ا، تريس ا هو الكل اونتري، طبعا دونك شنو نجم نحطو؟ الكونفيغوراسيون دي تريس عندك التريس ا كله اونتري، دونك ناخذوا اف اف معناها نرتاحوا نجم من اف 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 ولا ا اف، نو كنا نحتاج حاطتهم صفر. تريس بي بالضبط. زيرو في الديسيمال معناها الكل صفر، والبور بي صفر. وايد تفضل مسيو تفضل. بربي سامحني يا اخي، انت تو كنت على معناتها اللي ماهمش مزروعين نو بلونتي ولا شنيا، ايه وين كونيكتي؟ شنو فما فارق بين التيرم هذوما؟ فما فما فرق فرق طبيعة. بلوتوث كيف لا لا فما فرق كبير خويا البيك، اللي نقولوا هو ار بي سات، يعني ار بي سات
هذه تتسمى نو كونكتي، مشي مربوطة. بينما الرأسات إشي موجودة، رأسة بعض لا جملة فهم. نوع مش بلونتين موجودة تتسمى نو امبلونتي، فهمت؟ معناها مش فهمت. مولود من نصله، ما تخلقش ما تخلقش، فهمت؟ طيب شو نقول له ايه في القرص الاول منزول؟ شعل تفضل. ربي سامحني، ايه ماهيش اسمع نورمالمون، فيك، ماهيش ان اف كما قالوا الجماعة، مش مشي ا اف كما قالوا الجماعة، مش ان اف، لو خاطر ب عندي ب مثال شيء، 3-0 مثال شيء، ولا 3 مثال شيء. نجم عبد الله يغلط، وهذه حاجة عادية ترى، شوفوا معايا. مشي ا اف ب، نعمل لكم ريجيستر بيت بيت، او بعض الناس كل 3 4 5 6 7 8 ب. هذه الار ا 0 اونتري، وهذه الاولى اونتري، دونك نحط واحد. اللي بعده اونتري شنو نحط واحد، فهمت شو عملت، فهمت اللي بعده شنو نقول شنو نحطهم واحد، حتى شنو نوصل للاخرانيين. هذا شكون هذا ار ا 0، اي تحط زيروات اي هذا ار ا ا، هذا ار ا 2، ار ا 3، ار ا 4، ار ا 5، ار ا 6، ار ا 7. عندك 5 و 6 و 7 نحطهم 0 0 0، دونك شو يطلع لي هذا؟ اف هذيك صح دونك علاش ماشي ا اف، تطلع كان ا اف. اف ار اوكي باه، شو مثلا نقول له؟ ام بي بي ايجال ا، لا تشعل، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح صحيح هاي كيفاش حتى هذه انت ديجا نعملها؟ خديت معنا حتى هم سان جلوت كيفاش هذه دونك؟ صحيح صحيح كيفاش نعمل ايه هذه؟ معناتها ام بي اف بي 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 معناتها وين هي وين البي بي ا تاخو ا باه، اي في بي ا تاخو ا، صحيح؟ لا دي ا يصير تشعل برا نمشي البي معاك، بي ا ايجال ا تاخذ لا تشعل. وكان كنزلنا على قرصة ثانية، شنو يجري على اللمبة؟ ايه شنو يجري على يا كنزل اخو لازم حتى هيك يا اخو؟ اللمبة شنو يجري على تطفى هيك ولا تطفى باه اي اي باه؟ نورمالمون كلامك اللي قلته لاني صحيح نورمالمون، اما في الحقيقه بالطبيعه في غلطه صغيره اللي انت ما فقتش بها، انه القرص لهني مقلوب. شوف معايا، اللي هي شوف معايا، شوف معايا القرص هذا، راك اي تبدا مش كنزل عليه انت القرص، كي تبدا مش كنزل عليه، شنو هو قاعد يوصل للسيركوي؟ زيرو زيرو. وكي تنزل عليه شنو شي يجي؟ شوف القرص اللي عطيته لك اللوطه، كي ما تنزلش على القرص شنو يوصل؟ وين مسوي سامحني شوف معايا، كي ما تنزلش على القرص شنو قاعد يوصل اي لهنيك؟ كي ما تنزلش على القرص زيرو زيرو ماس ما بي سي تنزل، سي لا سامحني لان هذيك لان هذا وكي تنزل على القرص باش يتربط اي اي له، بي سي سي سامحني اي اي كي تنزل على القرص يتربط بالماس، انضربت دونك بالماس مقلوب. مقلوب ولا مش مقلوب؟ يخو زيرو صحيح صحيح ما كانش فاهم مقلوب مقلوب. مقلوب اي سيدنا دونك صح هذا كي يقال الزيرو، كي تنزل زيرو هذا معناه البوطون منزول، هيك معناه البوطون منزول. صحيح واضح؟ واضح واضح مش واضح؟ واضح باه باتري ما تشعل الا ما تاخذ ار يا المهم دونك ما تاخذ ار بالضبط، تاخذ زيرو لله قلبيها، علاش قلبت هيك؟ يلا هذا نتاع الكيس خليه، مش حاجة مهمة، هذا مهم برشا باش نوريه لكم، يعني نتاع الفور. شكون يجي معايا هنا في الفور؟ شكون يجي معايا في الفور؟ اعطيك ساعة مسوي مسيا يعطيك الصحة يا شخوي، يعطيني واحد آخر بعد ياسين، يعطيه الصحة، مراجع دروس وخادم، هذا أعطينا واحد آخر يخدم معنا. شكون يخلي لي ميساج؟ خليني نشوف واحد من صحابك هنا، خلينا ننوع شوية بجوه، خلينا ننوع الوجوه، تبدين نفوس فيه راحة. هنا تفضل، هنا تسمع فيها، مع السلامة مسيو. السلامة تسمع فيها باه. ايه عندي لاني هنا ديفاين، ريتها ديفاين هذه كيف 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 هي والاس بيت، فما حتى فرق. اوكي كيفها كيف كيف هي والاس بيت، فما حتى فرق. دونك نجيو لهنا ونخدمها العملية هذه، شتولي لي ديفاين هانا دي زيرو ار بي زيرو، شتحط اسم البيت دي المربوط فيه، شكون مثال هنا اسم البيت المربوط فيه جلا وشو؟ دي، وين مربوطة دي؟ دي ار ازيرو صحيت ار ازيرو ار ا زيرو سلاش
بيت اوكي، وما غير بوان فيرجول، لا هذه غلطة، خلينا حال فماش بوان فيرجول. باه نواصل. بعد اللي قال لك انت مال الديكلاراسيون تاع اونتي، شنو هي الديكلاراسيون تاع اونتي يعني قداش خذات؟ زيرو. زيرو. شو معناها زيرو؟ معناها فارغة كاكا ولا باه فويد مين؟ بروش ار ا زيرو سورتي. كيفاش تخدم هذه بروش ار ا زيرو سورتي؟ بالتريس. بالتريس. دونك شو نقول له اني يعني لا وجه انا عندي تريس ا، شنو نخدمو سورتي؟ دونك شو نقول له تريس ا رسوا رسوا زيرو اكس، زيرو اكس معناها في اف الاكزا يعني زيرو زيرو عاد سورتي هي. كيفاش اف اف هي زيرو سورتي؟ زيرو 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 صحيت. فور، شو نتعلمو البوك الفور تو؟ شوف معايا ايه شو غلط. نعمل. فور اي ايجال زيرو، هذه تتسمى الانيسياليزاسيون اللي باش نبداو بها. اي اصغر من خمسة، شو نفسر لكم هذا الكل؟ اي بلس بلس، باش نفسر لكم الكود هذا شنو؟ هذا ايش نفسر شنو؟ بات هذا بوك لي ريبيتي، بوك لي ريبيتي معناها يقعد يعاود، يقعد يعاود. شنو شي يعاود؟ شو يبدا بالاي؟ الاي قداش تساوي من الاول؟ الاي تساوي صفر. شو يبدا بالاي؟ والاي قداش تساوي؟ الاي تساوي صفر. هذه الكونديسيون انيسيال الاولاني، الانيسياليزاسيون هذه تتسمى. بعد ليش نتعدى الكونديسيون الاي شبه الاي اصغر من خمسة، كان الكونديسيون هذه افري. شو يعمل البروغرام؟ هو يمشي يشوف الكونديسيون هذه، شي لاوش عليها صحيحة ولا غلط. كان قاصح صحيحة شنو يعمل؟ اي بلس بلس. شو معناها اي بلس بلس؟ يزيد. اوكي، وبعد ليش مش يعمل يعني؟ كان قيل العملية هذه الكل مشات مريقلة، شو يعمل الاكسيون اللي موجودة زيت لنا؟ اون على هون. لأن يزيد اه. عشان أفسر لك كيفاش صار، مثال عشان نعمل لك بروجرام سهل، شنو نقول لأن ال سي دي اوت مثال ال سي دي اوت سير لا ليني اه كولون دي هلا ب شنجي هني طب اش تبدا الاي؟ شنو تبدا الاي؟ اش تبدا بصفر الاي؟ راه شوف الاي، الاي اش تبدا بصفر. دونك اول كا باش نبداو بها الاي قال زيرو. هل الزيرو اصغر من خمسة؟ نعم ام لا؟ بالطبيعة نعم. دونك شنو يصير بما انه الاي اصغر من خمسة؟ شنو باش يصير؟ شنو باش يصير؟ شي زيد ا شي يزيد ان. دونك شنو يصير؟ شي الزيرو قلب شي يقدم. دونك الاي كانت زيرو ولا شتولي ان؟ هاني اي بلس بلس خاطر كونديسيون صحيح. وش في شي كلمة شنو؟ هلو هلو. فهمت البازل. بعتالي الاي شنو ولات؟ ما عادش تخوي انيسياليزاسيون، هذه المرة الأولى فقط، المرة الأولى فقط. الاي قداش ولات لنا توا؟ واحد. هل الواحد أصغر من خمسة؟ الواحد ما هي أصغر أصغر من خمسة؟ باه، بما أنه الواحد أصغر من خمسة، شوف شو يصير. الاي باش تزيد شنو ولا اثنين؟ وشاف في شينا كلمة هلو المرة الثانية. فهمت الفازة شنو هي ولا؟ بعتالي اثنين، هل اثنين أصغر من خمسة؟ نعم أم لا؟ نعم. دونك شو شجر على أي الإي أصغر بي؟ أي أصغر باش تزيد بليس آه. شو تولي؟ شو تولي ثلاثة؟ ما هلو فيش كيف هلا مرة حتىك شو نوصل الرقم أربعة. هل أربعة أصغر من خمسة؟ نعم. الإي باش تزيد شوف في شنو هلو. وبعتالي الخمسة، هل الخمسة أصغر من أصغر خمسة؟ هل الخمسة أصغر من خمسة؟ تريا؟ لا لا. دونك ال سي دي اوت هذه مش باش تصير. دونك في رقم صفر باش نكتبوا كلمة هلو، وقت الاي تبدا صفر. وقت الاي تبدا اه باش نكتبوا كلمة هلو. وقت الاي تبدا دو باش نكتبوا كلمة هلو. وقت الاي تبدا تروا باش نكتبوا كلمة هلو. ووقت الاي تبدا كادر باش نكتبوا كلمة هلو. واضحة ولا مش واضحة؟ واضح. واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة مرات كتبت من صفر حتى كش الأربعة. أوكي، دونك فهمنا البوك الفور شنو هو هذا ولا؟ معناه هو عبارة على بوك اللي ريبيتي يعاود.
دونك يعني اني شو نعمل؟ ان شاء الله ما قدش من مره، 5 مرات كلينوتي 5 فوا. شو معناها 5 فوا؟ 5 مرات باش نشعلها. دونك شوف شو نعمل، اللامبه باش نقول لها اشعل، دي رسوا هذه شالت، تقعد نص سيكوند، بعدين اللامبه شو نعمل لها؟ نضفها وتقعد نص سيكوند. زيرو سوا زيرو. باه هذا يتسمى كلينيتو، معناها شعلها نص سيكوند، طفاها نص سيكوند، شعلها نص سيكوند، طفاها نص سيكوند. العمليه هذه قديش تتعاود من مره؟ سانك فوا. 5 فوا، اللي هما رقم 0، رقم 1، رقم 2، رقم 3 ورقم 4، هذوما 5 مرات. واضح ولا مش واضح يا شباب؟ واضح ولا مش واضح؟ باه شنو هو ودي في وسط البارونتيز وين هي؟ هذا اللي والكولون شمك فيها، شي يهمك فيها هذا الكل، شي يهمك فيه اطبعني كلمة هلو، قلت لك وكا وشمك فيه شنو هاك تفسر لك اللي باه. راودها مرة أخرى باللي هي الكلمة هذه، شوف معي كيش نستعمل بوك الفور، فور لينيسياليزاسيون الاي ايجال زيرو، الفاريابل بتاع اللي باش نبداو بيه هذه البدايه، وبعدين الكونديسيون اي اصغر من 5، هذه اسم الكونديسيون، وبعدين الاكسيون اللي هي اي بلس بلس. شنو شو يصير لهني؟ شو نقول له مثال شعل اللمبة دير السواقة، وبعدين مثال طفي اللمبة، جست مثال بسيط باش تفهمه. العملية هذه بوك الفور هو عبارة بوك لريبيتي، عاود عبارة قلت له عبارة بالدارجة، عاودت لي 5 مرات الفازة هذه، تقول لي يا مهدي كيفاش جات هذه عاود، كيفاش هو اللي كيفاش عرفت عاود؟ شوف معي، اش تبدأ انت من لو الاي ايجال زيرو، دونك هذه كونديسيون نيميرو ا، اي ايجال زيرو، كي تبدا اي ايجال زيرو شو الشجره؟ هالكونديسيون هذه ترو، صفر اصغر من 5 ترو، تعدينا لهنا، ما دام تعدينا الايش تولي واحد، هاي الايش تولي واحد، وقبل الاي مش تولي واحد معناها بعد ما ولات واحد قبل ما نخدموا بها، اش تشعل اللامبه واش تطفى؟ دونك لهنا اللامبه شعلت وطفات. ولا خليني نبدل لكم مثال، واش نكتب لكم برنت، برنت سلام، ولا برنت كلمه السلام، اكزامبل بسيط، لان اش طفي شينا كلمه سلام المرة الأولى، بعدين الإي قديش ولات يعني؟ الإي قديش ولات في المرحلة اللي بعد؟ قديش ولات الإي؟ ولات هذه قلت لك جست المرة الأولى فقط، البداية فقط هذه تقريبا، ما تقولش ديما تنساليسي في الصفر. الكونديسيون هل الواحد أصغر من 5؟ ترو، أعمل لاكسيون الإي تولي 2، وبطبيعة أفيشينا كلمة السلام. مش تقعد تمشي كاك يعني السلام. إي قالت 3، السلام. اي ايجال 4، سلام. يا مهدي اي ايجال 5، بالطبيعه ما تخدمش اي ايجال 5، خاطر 5 ماشي اصغر من 5، دونك الكونديسيون فولس، البروجرام يتبلوكا. دونك كلمه السلام قداش ظهرت من مره؟ ظهرت 5 مرات. ما فماش ابسط من هيك، نجم نبصركم به البوك الفور في الميكرو سي، ما فماش، ما نجمش نفسر اكثر من هيك، نزيدوا ندخل فيها اكثر معناها. واضح ولا مش واضح الصراحه؟ اللي قال لي ممكن تعود لي، يعني عودت لك اكثر من هيك شرح، ما نجمش نتعدى الخطوه اكثر من هيك معناها. فسرت لك كل كعبه شنو تعني، البدايه الكونديسيون الاكسيون، عطيتك شنو يصير، ما عطيتك اكزيكسيون اكثر من هيك شرح، ما نجمش نعطيك الستيب اللي بعده في التفسير، ما نجمش نعطيك معاك اكثر من هيك. شكون عنده سؤالات؟ باه مريكل نتعداه، دونك شنو نكتبوا البروجرام تاعنا لهنا؟ كتبناه باهي، توش نتعداو البارتي جديدة شباب في الميكرو سي، اللي هي البارتي نتاع ال سي دي. شنو هي ال سي دي؟ ال سي دي هي القطعة هذه، باللي ركزوا معايا بالباهي في هذه، ال سي دي هي القطعة هذه، لافيشور هذا ال سي دي، هذا كيما افيشور التليفون، ردوا الديسبلاي نتاع لافيشور نتاع التليفون، لان لافيشور نتاع الميكرو كنترولر نسميه ال سي دي، اسمه هيك ال سي دي. باهي، في الكونفيغوراسيون بتاعه الخاصة بيه، كل ال سي دي لازمك تتعدى بالمراحل هذا. شنو هما المراحل اللي عندنا منها؟ اس بيت ال سي دي ار اس في الار بي 0 سلاش بيت، هذه الاولى هو اس بيت ال سي دي ار اس، ال سي دي ار اس هو اس بيت ال سي دي ار اس ات ار ات ار بي 0 سلاش بيت، هذه الاولى.
بعدين اس بيت ال سي دي اي ان ات ار بي ان سلاش بيت، هذه اللي بعد دونك بالبيت بالبيت تعرفهم هنا هاي الاس بيت نتاع العادي ها الار بي 0 اه شوف الار بي 0 وين مربوطه، هذه الار بي 0 ولا مربوطه في الار اس هوني ها الار اس مربوط فيها الار بي 0 الاي ان مربوط فيها الار بي ان الدي كاتر مربوط فيها الار بي دي الدي 5 مربوط فيها الار بي 3 تبعهم ارقام كل كعبه مربوطه في كعبه هذا ديما نفس الخدمه تخدم دونك هو يعطيك كعبه الاولانيه وانت تعوض دونك ال سي دي اسم القطعه سلاش ار اس ات معناها في بلس هيك الاي ان في الدي كاتر تقول يا مهدي وين الدي كاتر يجي الجايه ما اكثرش من هيك كعبة. دي كاتر هاوني مربوطه برو يعني ها في الار بي دي ها واضح ولا مش واضح هذه الديكاتر مربوطة في الار بي دي واضح ولا مش واضح به مفهومة هذه نورمال مو بعتالي بعد ما تخدم الخدمة هذه الكل شو تعاود تنقلها كوبي كلي جيست بعد كلمة ار اس لأنها باش تزيد دايركشن ديما هيك وفي بلاست ما تكتب ار بي 0 تكتب تريس بي 0 تعاود تنقلها هذا الكل يتسمى الكونفيجوراسيون كونفيغوراسيون نتاع ال سي دي كونفيغوراسيون دي ال سي دي ال سي دي قلنا هو لف الشير نتاعنا واضح ولا مش واضح باه باه لازمكم الحاجه اللي لازمكم تعرفها انه لف الشير نتاعنا في الالكتريك ينقسم لدي بارتي دونك عندنا البارتي الاولانيه هذه دونك عندنا اللقشه الفوقانيه هذه اه اللقشه هذه الكل وعندنا اللقشه هذه الكل هذايا البارتي اللي تقدروا عاملها لكم بلون بلون هذا يتسمى ليني أ لا بالأصفر هذا يتسمى ليني أ واللي بالكولير الآخر هذا يشعله بالأزرق فاتح يتسمى ليني دو لا بالأزرق يتسمى ليني دو دونك عندي دي ليني وهذا اللي مش عامل لكم طاب الأخضر يتسمى كولون 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 هذه تتسمى كولون أ كولون دو كولون 3 كولون 4 كولون 5 كولون 6 كولون 7 كولون 8 كولون 9 اوكي هيك علاش انت كتراك هيك لافيشير كي نعمل له زوم كبيره تراها مقسم على دي ليني ودي كولون شوف معايا هاونا ها هذا ليني بكله هذا ليني الثاني هذه كولون الاولى كولون الثانيه كولون الثالثه كي نجيو نلافيشيو عليه احنا هذا يا شباب شوف ايش تم مع بنيه لافيشاج انت تختار البلاصه اللي باش تطفيش عليها انت تختار البلاصه اللي باش تطفيش عليها شنو ما بها مهدي انت تختار البلاصه يعني مش كيك بعلي عندك بلاصه باش تطفيش عليها مثال يعني شو شغل لك يعني ال سي دي اسمنا في شير ديما تحطه تيري بار المطه كيما مطه الانستغرام الوطنيه برنت يا برو برنت معناها اطبع لي ال سي دي هو ال سي دي برنت اطبع لي شو تطبع لي سور لا ليني ا هوا هديني اه لنا الكولون 1 2 3 4 5 6 مثال 6 مثال شو تطبع لك 1 2 3 4 5 6 منا اطبع لي كلمة ال سي دي اكزامبل معناها سور ليني ا كولون 6 البلاصة هذه أول واحد تكتب لي فيها ال بعتالي عندنا حرف السي بعتالي عندنا حرف الدي أنوتر اكزامبل تقول لي ما فهمت حد شيء يا مهدي مثالش LCD مطة برنت ليني دي كولون ديس سلام دونك تقول لي يا مهدي كيفاش هذه ايزي ايزي ليني دي اهبط كولون ديس عندك 1 2 3 4 5 6 زيد 7 8 9 10 منا شنو الكلمة نبدأ منا سلام هذا الاس يا اخو بلاصة هذيك بالضبط سلام ريتها اللقطة ولا ما ريتوهاش ريتها اللقطة ولا ما ريتوهاش ها شكون يجي يخدم معايا هذه شكون هي الصبح ويجي يخدم معايا كعب شكون شكون يخلي لنا ميساج ويجي يخدم معنا مش نعطيه يعني فازة من عندي شكون ها تفضل يا ياسين تفضل تخدم معايا هذه انت يا سيدي تفضلي يا مسيو اي بسم ال الله سي دي اوه عملت غلطه قد راسي سامحوني بربي كلمه برنت ما تكتبش برنت تكتب اوت
سامحوني غلطة من عندي، اوت اكتب ال سي ماشي دي اوت، اوت كلمة كلمة برنت، اوكي؟ واو. بعدين ال سي دي اوت، مش هتخرج اوت ما عندكم، مش خارج من الكود. ايه اوت ما انا اتخرج، هذيك هي خرج يكتب ما انا خرج، وبرنت كلمة برنت ما انا يعني ديجا غلطت فيها بزيد ودفع بها. ليني دي كولون ا، اش تكتب لي؟ هلو هلو، هاي برو، وين وين جي هذه؟ كالعادة نعمل انترسيكسيون، عندنا تمشي من الشغل اللين الثانية الكولون الأولى اللي على اليسار آه. بالكل دونك هاش بالضبط، هيك الانترسيكسيون اي او ال 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 او 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 هلو، يس يس يس، نايس نايس. اكثر غلطة الرات لم نايس يغلط نايس فيها، نايس. يغلط ما بين الليني والكولون، يسخل هذه الكولون وهذه الليني. قمري قمر هذه الاولى ليني دي ليني، مع اليسار هاو هاو قمر قمر، هذه ليني هذه ماشي. كولون. طيارة سيبها سيبها سيبها. كولون ليني قمارة، هيك هي مش حقيقية، هي قمارة اي قمارة. سيبها سيبها. قل لي ما الأماني هذه يقصد بها ليني كولون ديسبلاي؟ لا، ليكويد كريستال ديسبلاي باللونجلي، مش بالفرنسي أصلا، ليني كولون بالفرنسي. أوكي دونك أكيد تتسمى قمارة، قمارة باش تحفظ بها يا برو. اوكي أوكي باك. دونك فضنا لولا، لولا وان ليني كيما لنا، لولا ليني ولا والثانية شنو هي؟ كلمة ثانية كولون، الثانية كولون، احفظوا بقى، احفظك يا كلمة كعكوع، ثانية كولون مبارك مبارك بنينا، باه حفظناها هذه ما حفظناهاش يا شباب. الو اي صحيح. معايا؟ كان فما حاجة مش مفهومة قولي لي مش مفهوم من الاخر، معناها الوان صعب فيها وهي سهلة، امشي معايا لغادي. شدك عندك، شد عندك، لا لا طيارة مش كل شيء لا مفهوم. لا طيارة طيارة، هو اسمعني ساهل برشا، هو اسمعني هو ساهل برشا. قمري ابدا قمري، الكل هم يبداوا بكلمة بالسيدي، اكثرش من هيك. نعم قمرت هذه ما قمرتهاش، مريك وبعتيلي جبرنت كلهم فيهم تيري، قمرتها ولا ما قمرتهاش؟ عشان نحفظهم لك توا، مش جبرنت تخرج توا، لا قريتهم لا هذا الكل، مش لا تحفظهم توا، اس دي كلها تري الكل مش تحفظهم توا. ال سي دي تيري الكل هيك، موافق. هذه احفظها حطها في مخك، كان يشد عندك به. بعدين ايش نكتبوا الحاجه اللي باش تصير؟ واو لان عندنا انيسياليزاسيون. شو معنى انيسياليزاسيون؟ معناها شو تخدمه. اوكي انيت حل قوس سكر قوس، هذه هي الاولى. لا بعدها اوت ظهر لي كل تقاريكم فيها، زائد باش نعاود نقراها. واو متفاهمين خويا ولا مش متفاهمين؟ متفاهمين. ال سي دي اوت سي بي، نفسرها لك. ال سي دي اوت يا اوكي ما بكري، شنو هي سي بي هذه؟ نجمش طلعها لي بالخبره، شنو هي هذه؟ ترى سي شكون بي فيكم سي بي خبير؟ سي بي لازمها تلميذ خبير هذه. سي كولون بوزيسيون شنية كورون بوزيسيون باي بلونجلي، معناها كورنت بوزيشن. والله صحيت، معناها باهية الكلمة اللي قلتها، باهية باهية سنة. قريبة بنسبة 99%، هيفا لا تزيدي، كاني ما حلتلكش هيفا بكري، كنت صعبة ما يسالش راسك. بتسوي صحيت يا معناها باهية، وين في البوزيسيون تاع بتسوي الكرسور، معناها في يشوط البوزيسيون تاع بالكرة الكرسور، معناها ويمشي لا بالضبط ولا بيك معناها في البوزيسيون تاع الكرسور، ولا واش بيك معناها؟ وتحط يدك معناها لا شوف ريتو إيه الكرسور، بتكون انا يدك يشعل معناها يطفى مثلا تمسك لاني على التليفون وانت مثلا تحط كيفاش ترى. شوف معي، مشو معناتها كيما الافيشال بتاع التليفون مثلا انت تحب تكتب مثلا في بلاصه لا ها لا مازلنا بعد شوي، لا اسهل من هيك، هذيك فهمتني معناها هذاك اش ما لا تكتبش لا مش هكا قصدي، قصدي ايش نكتبوا في بلاصه الكرسور؟ ريدو الكرسور اللي قاعد يشعل ويطفى لهنا ولا ترى فيه، ولا شوف الكرسور معايا، ها اي ترى في اي كرسور قاعد هذاك يتسمى كرسور. دونك ايش نكتب اي كلمه مثال هي معك السلام؟ الاس تكتب في بلاصه الكرسور، الال تو تكتب في بلاصه الكرسور، والام وش تكتب بتاعه في بلاصه الكرسور، بس كوسو معناه اكتب لي وين الكرسور موجود. فهمتني؟ اكتب لي وين الكرسور موجود، معناها كرسور بوزيشن. وبالطبيعه ما تحطش ليني وكولون، خاطر انت قلت له اكتب لي في بلاصه الكرسور، ما فماش علاش تقول لي حط ليني وكولون، صحيح ولا مش صحيح؟ باه اي هذه حسين فهمناه، نتعدى ولا بعدها؟ ال سي دي سي اتش ار، هذه كيما ال سي دي اوت بالضبط، شنو الفرق ما بينها؟ بين هذه كان طفي شي كاركتير بركه، معناها حرف بركه، تعمل ال سي دي سي اتش ار كاركتير. اي سيديك
طبعا عشان تعدله كانك مش تفسخ، كانك مش تفسخ، لازم تكتب ال سي دي منطقه كامل كل وتزيدها كلمه سي ام دي يا مهدي. يعني ايش السي ام دي؟ السي ام دي معناها كوموند، مش نعطيك اوردر، كوموند. شنو هو الكوموند؟ مش نعطيه له، افسخ حل القفص وعاود من جديد ال سي دي كلير، افسخ لي. فهمت العفسه ولا ما فهمتهاش؟ ولنا افسخ لي اي 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 الافيشير كله، ولنا ال سي دي كيرسور اوف، افسخ لي كان الكرسر. الكرسي الموجود. واضح ولا مش واضح؟ ب شيخ لوخ هذا قليل صوتك قص فيها شوية، ما انت تقول تفسخ وين الكرسي الموجود. ها شنو هي؟ عاود لي عاود لي، ما سمعتوش سؤالك. ال سي دي كرسر اوف هيك معناها ايه تفسخ وين الكرسي الموجود. لا، تفسخ الكرسور كله، لقيت الكرسور واضح. تفسخ، والاخرى تفسخ الكتيبه اللي موجوده على الافيشر الكل. واضح واضح. واضح به؟ بتقول ايش معنى الكرسور كله؟ معنى الحاجة اللي انت كتبتها بالكرسور. لا، هو الكرسور كله معناه انت كتحل الورقه هذه، تو كتحل الورقه هذه، كتحل الورقه هذه، اريد ليش على اي يدفع هكا، ليش على يدفع هذاك الكرسور. اي كيش نعمل كرسور هيك يعني، معك. مثال ايش اي نعمل اي هيك؟ هو هيك ما عادش فهم الكرسور معناها، الكرسور ما عادش تحب الراء من الاخر، منظر الكرسور ما عادش تحب الراء، هيك الكرسور هكا ما عادش تحب الراء. واضح؟ مسيو تقييم هيفا قتلت ما فهمت. ايه انا اللي ما واضح. فهمتهاش شيء، فاعطيني شنين من الحاجه اللي ما فهمتهاش، قول لي شنين. تفضل يا هيفا، شنين الحاجه اللي ما فهمتهاش شيء؟ بس ما فهمتش من الاول. ايه شنين الحاجه اللي ما فهمتهاش؟ هو كل مستقر منفصل على ذاته، ما حدا كان يتبع الاولانيه انت الاولانيه. تعلمت هاي تفضل، ما فهمتش الاولانيه. الانت ال سي دي، والاو. ال سي دي انيت معناها انيسياليزاسيون، معناها خدم الخدم الافيشال، واوت معناها خرج لي في الليني ا نعم كولون دو الميساج. هذو مهاراتك باش تحفظهم وباش تخدم بيهم ديما، وش نعمل عليهم شويه ربيل. تو ترى خذوا لي ورقه، الناس الكل خذوا لي ورقه، خذ ورقه. وفيرتا مسيو اوت. اوت سي بي ظهر لي في بلاصه الكرسور كيما شباب، خليش صعبوا فيها. هذا كرسور، شو هذا كرسور؟ قاعدين تراو فيه الكرسور، مش قاعدين تراو فيه. اي اي مسيو بتاع راه شوية نكبر مسيو. بلاي، خلينا نكبر، ما نعرفش كان صعيبه، قولوا لي بلاي صعيبه خاطرني. هذا كرسور ايش على يدفع؟ يكتب لي في بلاصه الكرسور يا اخي، انت تكتب تو هاي وانت كذبت كلمه هاي يعني. قول لي انت في بلاصه قولي كذبت بلاس الكرسور اكاو، هذيك تقول لي باللونجلي ال سي دي اوت سي بي. وانا ما عادش فاهمين كلهم. بطبيعة تو قلت له اكتب لي في بلاصة الكرسور، اللي هو تقول له في الليني اكيد والكولون، اي مش اي دخلوا بعض توا. صحيح بالضبط. ذاك حاب تقول ضحيت، تخدم مخك تفهم. خذ لي ورقة وستيلو، وين خذ لي ورقة وستيلو. اي يا سيدي، اوكي عاوز نكتب، شنو نعاود لكم واحد دي بعدين نوريكم كيفاش تخدموها. انيسياليزاسيون دي ال سي دي ديما، ال سي دي منطقة انيت. آه يا ربي، ال سي دي مطه، هذه ديما معناها من غير ما تبدا تكسر في راسك. ال سي دي مطه، انيسياليزاسيون تولي انيت، حل قوس سكر قوس بون فيرجيل، افيشي على ليني كولون، ال سي دي مطه ديما، اوت ليني ا كولون دو الميساج هلو وورد سكر بون فيرجيل. ايش عندنا اخر؟ شنو شنو نعمل يعني؟ يقعد معايا. شنو نعمل على هلا؟ السي دي اوت كشف كرسور ال سي دي افيشي لي في بلاصه الكرسور، ار تي اوت بي سي بي ميساج هلو سكر بون فيرجول، افيشي لي كاركتير بركه ال سي دي تيري با في بلاصه اوت ولي كاركتير سي اتش ار سي كلمه اتش ار ايجريك، ايجريك وتحط واحده بركه. مش نفسخ الكرسور ال سي دي سي ام دي ديما، سي ام دي ما باش تفسخ، تيري بار ال سي دي تيري بار كرسور تيري بار اوف بوان فيرجي. مش نفسخ الافيشير كله، ال سي دي تيري بار كلير، ال سي دي سي ام دي سامحني تيري بار ال سي دي هذا كلير الكوموند هنا كوموند. ديما كوموند باش تفسخ، كان شو ما يفسخ لكش. هذوما لازم تحفظهم توا، اوكي تفهموا فيا ولا مش تفهموا فيا؟ بصير ربي عندي سؤال. تفضل يا بابا اسال. بصير سمع ما فهمناش ديفيرونس بين ال سي دي مانيسكول مينيسكول ولا ماجيسكول. لا لا لا، مشي مشي قضية، مشي قضية جملة.
ماشي قضية. كيف مية كيف سلام عليكم. كيف كيف تحب تكتب ماجسكيل ولا مينسكيل؟ سلام. ما هي شي مشكلة يعني. استنى ده طوال. بيت يكون مفهوم. لا 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 لا، هذه مش هتوريك فيه. تشدوه طوا عشان نحصروه طوا، وتسقى المشي عندي وين ماشي يعني. تشدوه طوا مش لازم. لا لا طوا ورقة وسيلة واحفظ الواحد الواحد. استنى تروح على الدار ويا حي، انا ضم تلاقي يقعدوا يجوا. نقول لهم حفظتهم؟ لا ليه ما تفضينا لهاش؟ انا تفضينا لها طوا. افصل علي السيف على ولدك. ها طوا شو المفروض نتفضى ولا اي شيء؟ ها طوا كش تحفظها طوا؟ فك علينا من مشاكل. كان شيء صعيب نقول لكم انا عاود ارجع له واحفظ. مش درس تربية اسلامية هو؟ في حد شيء هذا يا هاو نحي من مخك بارتي هذه هيك. هاي سيدك هان الكومنتات عندكم ردوهم ولا هاي سيدك؟ اقعد معي معك يا بالله يوسف. عودك. انا قدام كل كومنتير، كل كومنتير اكتب لي قدامه فاصل. اسمعني وعاودها مرة مرة ولا مرتين امشي عاود من راسك بالله. ما واضح. فهمش علاش تكون باش تحايل انا يعني. مش باش الراخ ليك انت واحد بالغلط لذكرت ذكر ديما ديما ابدا بال سي دي تيري بار الكلهم يبداو هيك. ما تغلطيش في هذه عاد. اختم اختم بوحدك. ايه كل واحد ما اختم مرة مو حاولنا فيهم. ايه شكون يجي معي؟ شكون يعاودهم لي؟ شكون يحب يجي معايا يعني هني عاودهم لي نفس الخاطر؟ يطلع معاك مساج ما يطلع معايا. شكون معايا طيب؟ ياسين، نكمل معاك مساج. بقى يكمل معايا بس عشان عاود لي باليو انيسياليزاسيون ديال السي دي. شو نكتب؟ لولاني بانيشاليزاسيون او لك يعني ال سي دي. وي دونك ال سي دي تيري بار تيري اني وي تحط قوس سكر قوس كويس. بوفر بي بعدين انيت انيت ال سي دي ستار بعد ثاني. عن اكير هلو استعمل ال اس دي ال سي دي ويت اوت ها القوس تكتب ها ليني كولون مثلا 1 2 3 1 2 ليني ا 1 2 كولون دي ايش وش نكتب؟ هلو 2 مونسيون تريبيا هلو ماستر هلو لبعضها. مونسيون تريبيا باك دي اللي بعد بي عندنا هاي بي توقعنا ال سي دي ال سي دي ها سلاش اوت سلاش سي بي سلاش سي بي تحل القوس وتكتب الكلمة اللي تحب عليها او تكتب تكتب اللي تحب استر مثلا لبعد تعمله وامشي. بكرير بي دونك ال سي دي ال سي دي سلاش سي هاش اير تحل قوس تكتب ولا حصلوا كاركتير واحد لبعد بي اف سي تكتب ال سي دي كالعاده. عندنا تيري بالويت عندنا سي ام دي اللي هي كوموند كنت نسيت من بعد صح ال سي دي بالضبط سي ام دي بعدين تحل القوس نتاعك تعمل قوس اخر ال سي دي ايه كلير سكر ال سي القوس دي ولا بعد كثير ال سي بالضبط دي كثير معناها مش سي فاكر ام ال دي سي دي ال سي دي كرسور سي اوف ام دي كم لحظة ضامك. اوكي اوه شغال يا برو حاضري باي طيارة كان على فهمتوا؟ مشيتك صح اي امريكي كان فهمتوا الكلام هذا دوك نجموا تخدموا التمرين هذا توكلوا على ربي. حاولوا الاكزرسيس هذا حطوه قدامكم ويخدموا. يلا ننتش خذوا شوية وقت كسروا فيه رؤوسكم. هذا شكرا باهي يا شباب نخدموا شي. طيب سيدي كي بالمضمون كملنا. شكون شي يجي معايا يخدم؟ اي يعني اعطيني الاولاني لقى الاولاني مازلنا مسي. محمد علي تفضلي. اسمعني كان اخو خايف هيفا بكري هزتي ده تعمل ما اعطيتونيش الكلمه بيسالش نعطيبه. تفضل يا هيفا يا هيفا تسمع هاي فيا سيمون تسمع سي فيا يعطيك الصحه. هاي باه انا نبداو يعني اس بيت ال سي دي ار اس ات ار بي زيرو سلاش بيت وبعتلي شو عندي اس بيت ال سي دي او ات ار بي ان بيت ال سي دي اي ات
ار بي ا سلاش بيت، بعتالي اس بيت. دي كاتر في الار بي دو. اي جنب مصر من صاحبتكم فيش قاعده تعالى، مش تقولوا على قاعده تسحب تخدم بالكعبه بالكعبه. هذه ار اس، هذه ار بي اي اعطاها صح، قلت لكم في الاي هوني علاش قالت في الاي. ها طبعا علاش قلت لكم في الديكاتر، يجي تفرجوا اراهي معناها بالخيوط تجيب فيهم مش من راسها، ما تخافوش منهم ما يتحفظوش. ديكاتر اس بيت كوني ديكاتر ال سي دي، ديكاتر سامحني ديما ال سي دي، بالأربيد ال سي دي ديكاتر ات شكون ار بي بي بالأربيدو سلاش بيت بوان فيرجيل بوان فيرجيل اس بيت ودي لبعدي سانك بالأربو تروا ال سي دي دي سانك ات ار بي تروا سلاش بيت، بعتالي اس بيت ال سي دي دي سيس ات بالأربيدو ار بي كاتر سلاش بيت بوان فيرجيل، بعتالي اس بيت دي ال سيت سي دي دي سيت بالار بي ات سان ار بي شنية سانك بالار سلاش بي سان سلاش بيت، بعتالي عن اس بيت ال سي دي ار اس دايركشن نقلها كالعادة اس بيت لبعدها ال سي دي تاع شنو الاو عندنا شكوني تاع الاو نتاع الاو دايركشن ات شنو تريس بي ا سلاش بيت بيت بوان فيرجيل، بعتالي اس بيت الاس بيت في ال سي دي دي كاتر دي كاتر دايركشن، مش تكمل الكيكه فهمت العمليه ولا هاتي تريس بي دو هي دي بيت فهمت به فويد مين انيسياليزاسيون ديال ال سي دي، هات شنو تولي انيسياليزاسيون ديال ال سي دي يمشي هاتي. البورت ا ايجا زيرو لا ال سي دي شنو مدخلك في البور انت؟ قال لك ال سي دي زين اس دي ايجا زيرو شنو هي؟ عاودها ال سي دي ايجا زيرو ما ال سي انيشاليزاسيون دي تيري بار انيت حل قوس سكر قوس بون فيرجيل امشي، ما فماش ال سي دي سوا زيرو افاسي لا فيشير كلير، كيفاش تعملوا افاسي هذه؟ امشي ال سي دي سي ام دي ال سي دي تيري بار كلير بوان فيرجيل صحيح ولا بوان فيرجيل، ديزاكتيفي لي كورسور امشي خدم مخك اللي هاي هي لفوق، الاوت لا ديزاكتيفي نتاع اوت افيشي افيشي الاوت ديزاكتيفي قلت لك خدمي مخك ديزاكتيفي كيما افي كيما افاسي لي كرسور افاسي ما تذكركش بحاجه هذه كيما كورسور نقبلها كيما نقبلها ال سي دي سي ام دي ال سي دي كورسور او كرسور صح تولي كرسور بالانجلي اوف ريتها فاضي ولا به ما فات نصيح به ال سي دي به افيشي سير طون نو اي برينو عليني ا كولون ا، كيفاش ليك تقول لي اسمك ولقبك عليني ا كولون ا هاتي، كيفاش باش نكتب اسمك ولقبك عليني ا كولون ا كيفاش؟ ال سي دي اوت صحيت ال سي دي تيري بار اوت ليني ا كولون ا شو اسمك انت؟ هيفا هاي فشنو هو؟ حسار حاجة صالح سكر وانفرجيل مريقلة ولا مش مريقلة؟ مريقلة مشو زيدني ستار الثاني انت وحدك امشي باش نعملو ال سي دي ايه الاوت ايه الاوت نتاع الاس بي هاي مثلا دونك نحطو ال شو شنو ادمي قال ادمي فناليني في ال ليني دي ديالك الانيو دو والكولون ا قولون اه شو شنو في شيء اد مي ادمي اونفيربي بعتالي ديكالاج ادروات هذه ما تحفظهاش هذه ديكالاج ادروات اعطيها لك هو ال سي دي سي ام دي ال سي دي شيفت رايت نعاودها لك ال سي دي سي ام دي ما تحفظهاش هذه ال سي دي بس شيفت رايت
الطن ديال 50 ملي سيكون شنو تبان ليه؟ الطن ديال 50 ملي سيكون ولي شنو تبان ليه؟ امشي ديلاي خمسة ام ليه اس الوقت دي لا يا ماس ايه ديلاي ام اس، هو قال لك 50 ملي سيكون دونك تبدل هذه لا شنو يجرى اعمل له؟ ملي سيكون تقعد تخلص تقعد 50 ملي سيكون. اوكي واضح ولا مش واضح؟ واضح به هاي مسيو به واضح جوست تتحرك بعد شوي مسيو جدا إيه، بيصعب لازمك تحفظ لازمك تحفظ لازمك تحفظ ديجا. والله هاك مسيو اليوم عايش مش بنخدم خنصلح له، نحبني يعطيك الصحة هنا. دونك شنو ناخذ خدمة صاحبتكم باش نصلحها، باش كانوا لقينا غلطة ينجموا غلطة تلام نصلحها، كان صحيح قول له يعطيك الصحة. دونك اون كوريج يعني هذه خدمة هنا اس بي ار بي 0 ار بي 1 دي 4 دي 5 دي 6 دي 7 تري بيان انيبل دايركشن. هذه ساعات نكتبها اي ان، حتى كنت تكتبها اي ان تحسب لك صحيحة به صحيح بوان فيرجي ال سي دي انيت ال سي دي سي ام دي ال سي دي كلين ال سي دي سي ام دي ال سي دي كرسور اوف ال سي دي اوت ليني على صاله ال سي دي اوت ليني دي كولون ادميز فور اي ال سي دي سي ام دي ال سي دي شيفت رايت ديلي ام اس تري تري بيان. خدمه بروفيسيونال، خدمه بروفيسيونال، الخدمه اللي خدمتها يعني منظمه بنظام رهيب، منظمه بطريقه مفزعه، يعطيك الف صحه على الخدمه اللي خدمتها. به شكون عنده سؤال آخر لهني؟ شكون عنده سؤال آخر لهني في البارتي هذه؟ باه شكون عنده سؤال في البارتي هذه شباب؟ نعم الأخو شكون عنده سؤال؟ ميرا، تشوفوا ميرا؟ حل الميكرو فصل لي فصل سي اش ار، ماشي فاز اصلا سي اش ار. تفضل اميره شو سؤالك؟ اميره شو سؤالك؟ مسيو ال LCD تيري سي هاش ايه هذيك مش فهمتها به بس تسمع رجع فيها اي نسمع فيك، شو نسمع فيك؟ نسمع فيك بالبه دقيقه. يا سيدي هذيك سي اش ار عباره كلمه اوت، اما شو الفرق؟ سي اش ار كيما اوت بالضبط، لكن السي اتش ار تطبع حرف بركه، كاركتير بركه، هذا هو الفرق. فهمت العمليه؟ معناها كاركتيرك اهو اوت كاركتير حد كاركتير كيما ا ب سي دي اي اف جي. فهمت العمليه ولا ما فهمتهاش؟ فهمت هاي واضح 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 ولا مش واضح؟ باه كرسور ان شاء الله الكرسور. هاي سايب الكرسور هذه والله يا شباب لا تنجموا تصعبها. هاو الكرسور ليش على بيت فلاني تقول لي ما فهمتكش؟ هاي الجوجل الناس الكل تعرفوه، ما مستحيل تلعب فيكم ما يعرفش الجوجل. ايه سايب علي هاو الكرسور ايش؟ ادخل الجوجل عملها عملها التجربه هذه، هذا في الدار انت بعدين كي تروح، وانا هاك طبعا على البي سي عملها التجربه هذه. ادخل جوجل خليت حالي انك جوجل هاو الكرسور هاو. عرفتوه الكرسور ولا ما عرفتوش؟ عرفتوه ولا ما عرفتوش الكرسور؟ طب باش نفهم روحي يعني كان حاجه كيش تقول له كرسور بوزيشن معناها اكتب لي في بلاصه الكرسور، ما كيش تكتب ا ا تكتب في بلاصه الكرسور، هاش في بلاصه الكرسور، ال في بلاصه الكرسور، ا في بلاصه الكرسور. واضح ولا مش واضح؟ هذه معايا ولا مش كم معايا؟ هذا دونك تسالني على الكرسور شنو يعمل، عباره سالتني على هذا شنو يعمل، دونك هذيك هي اجابتي. باه هذيك هي زائد جبت صعب، فوت الموضوع فوت الموضوع والله. هاي هجاي باش نقراو بارتي اخرى اليوم، باش نبداو فيها شويه، باش نلقاو فيها شويه خاطر ما نجيبش نبدا لكم بارتي رزينه في الاخر نحطها لك باش نراهوشك. لكن اسمعني كي نحكيو على الانتربسيون، الانتربسيون هي المقاطعه. شو معناها شباب المقاطعه؟ معناها يكون عندك بروجرام برينسيبال تقص على البروجرام برانسيبال وتدخل للبروجرام سيكوندير. يا مهدي شنو معناها الكلام هذا؟ نفترضوا انت عندك تليفون لهني، حليت تليفونك تلعب فيه لعبه، مثال فيه تروح فيفا في التليفون مثال، وانت قاعد تلعب في التليفون كلمتك امك، دونك شنو شجرى على اللعبه؟ اش تقص على الطرح انت اللي فيه؟ اش تقص على الطرح؟ هذه اللعبه البروجرام برانسيبال هي لعبه فيفا مثال، اش تقص على الطرح؟ واش تمشي للمكالمه الكول
كلمتك امك، وبعد الاشتراك شغل كنت في اللعبه. نعاود نفسر، يعني انت بديت تلعب 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 تلعب، كلمتك امك، شو تقص لهني اللعبه، شو تكلم امك، شو تشوفها شبهها، بعد شو تقص على المكالمه، شو ترجع تلعب في اللعبه بتاعك. دونك القصه على اللعبه والدخله للمكالمه مع امك تتسمى انتربسيون، واضح ولا مش واضح؟ هاك القصه مع امك، القصه من البروجرام برينسيبال ومدخل المكالمه تتسمى انتربسيون، واضح ولا مش واضح؟ شو معنى انتربسيون؟ من اين الكلمه جايه؟ جايه من كلمه انتربتور. كلكم بتعرفوا الانتربتور. الانتربتور شو يعمل؟ القاطعه، اسمها القاطعه، يا يعدي الضوء يا يقص على الضوء، كيف نقصه مش على الضوء، نقصه على البروجرام برينسيبال. اوكي، هذا شنو معناه انتربسيون. كيما قرينا في اللونتري سورتي عن ريجيستر، شو اسمه اللي لاهي باللونتري سورتي؟ جاوبوني مساجات، شو اسمه الريجيستر اللي لاهي باللونتري سورتي؟ شو اسمه الريجيستر اللي لاهي باللونتري سورتي؟ تريس، صحيته اسمه تريس مريكلي. الريجيستر اللي لاهي بالانتربسيون هذا، الريجيستر اللي لاهي بالانتربسيون هذا يا اسمه انكول، هذا انتربشن كنترولر، المتحكم في المقاطعه بالعربيه، انتربشن كنترولر، واضح ولا مش واضح الكلام هذا؟ انا اقول فيه نطاق به يا مهدي. شنو فيه الريجستر هذا؟ في اول بيت، هذا اس البيت جي اي اي او، فيه كلمه الجي والاي والاي، جلوبال انتربت انيبل، هذا المفتاح. هل انت تحب يكون عندك انتربسيون ولا ما تحبش؟ جي اي او هذا اللي يعمل العمليه هذه. هل انت حاجتك بانتربسيون ولا ما حاجتكش بانتربسيون؟ هذا هو البيت، هذا شنو يعمل؟ يا حاجتك بانتربسيون يا ما حاجتكش بانتربسيون، هذا هي جي اي او. واضح ولا مش واضح؟ شنو معناها؟ معناها كان حاطط فيه ان، الانتربسيون تنجم تصير، تنجم تكون فما انتربسيون، معناها انت خليت الانتربسيون تنجم تصير، وكان حاطط زيرو با دانتربسيون ما تنجمش تصير انتربسيون، با دانتربسيون ما تنجمش تصير انتربسيون، وكان حطيت واحد يعني تنجم تصير الانتربسيون، صفر يعني سكر مستحيل تدخل لي انتربسيون، واحد ميساج خلت تدخل لي انتربسيون. هذه اور بروجرام القرص هذا، والقرص هذا اور بروجرام قاعدة لنا اي ان تي اي، نقرا في الدوسي تكنيك شنو معناها اي ان تي اي، هذا هي اي ان تي اي، الانتربسيون تصير على الار بي زيرو، يعني كان واحد الانتربسيون تنجم تصير على الار بي زيرو، وكان صفر الانتربسيون ما تنجمش تصير على الار بي زيرو، واضح ولا؟ يعني كان واحد الانتربسيون تنجم تصير على ار بي زيرو، كان صفر الانتربسيون ما تنجمش تصير على ار بي زيرو، واضحه شنو هي ولا مش واضحه؟ يا اكتيفي الانتربسيون على ار بي زيرو يا ديزاكتيفي الانتربسيون على ار بي زيرو، واضح ولا مش واضح؟ قل لي مهدي وريها لي الانتربسيون كيفاش تصير على ار بي زيرو وشنو معناها؟ كي تجي انت للتصويره بتاعك هذه شوف معايا، نعمل لك زوم، شوف شو مكتوب في الار بي زيرو، مكتوبة هيك ار بي زيرو تيري بار انيت، شنو معناها هذه؟ يعني تنجم تصير لك انتربسيون على ار بي زيرو، يعني كيفاش تصير لك يا مهدي انتربسيون على ار بي زيرو؟ تنجم تربط الار بي زيرو هذه بقرص، قرص لوجيك ستيت، وتقول كان جاني ضوء لهنا، كان خدمت القرص هذا، ما انا حطيت فيه واحد، البروجرام برينسيبال يوقف ونتعداو للبروجرام سيكوندير. نعطيكم مثال ولا اكزومبل، أو نعطيكم اكزامبل، ناخذ أي كارتة، شوف معي أي هذا بروجرام، شنو جيت لهني؟ جيت لهني وخدمت الـ RB0، شوف معي أوه. شوف معي ايش عملت لهني، جيت على القرص، قرص هذا نربطه بار بي زيرو، باش نجي للميكرو كنترولر شنو نقسمها؟ شنو نعمل لها بروجرام برينسيبال وبروجرام سيكوندير؟ مثال البروجرام برينسيبال شنو نعمله؟ مثال شروط الكارت هذه تخدم لي كونتور، تحسب لي من واحد ل 10، مثال هذا هو البروجرام برينسيبال. دونك البروجرام برينسيبال اللي احنا نحسبه من واحد ل 10، وكان دخلنا هذا البروجرام برينسيبال، والبروجرام سيكوندير شنو نعمله؟ القصه في الحاله هذه شنو مش يصير؟ شنو نعمل؟ اللمبه حمراء تشعل، اللي هي مثال شو نقولوا لهنا؟ شنو نربطها اللمبه الحمراء؟
اوكي. دونك شنو عندي في البروغرام هذا؟ عندي بروغرام برينسيبال، والنجم نقص على البروغرام برينسيبال وندخل البروغرام سيكوندير، اللي هو شكون في حاله هذه البروغرام سيكوندير؟ اللي هو اللمبه الحمراء تشرق، هذا يسمى بروغرام سيكوندير. البروغرام برينسيبال اللي انا اللي احسب من واحد لعشره. دونك انا هو البروغرام اللي شبدا يخدم من الاول، انا هو البروغرام اللي شبدا يخدم من الاول، شكون يجاوبني؟ تصير كان على الار بي يا ميرا، يا ميرا منى، تصير كان على الار بي صحت. دونك شو صاحبكم شنو جاوبنا لهنا؟ ياسين يعمل بي بي مع البروغرام برينسيبال، صح يا ياسين؟ البروغرام اللي شبدا يخدم من الاول هو بروغرام برينسيبال اللي احنا نحسبه من واحد لعشره. شكون طاو يجاوبني؟ امتين البروغرام برينسيبال يوقف وندخل للبروغرام سيكوندير اللي هو تشغيل اللمبه الحمراء، شكون يقول لي امتين تصير العمليه هذه؟ شكون يجاوبني هنا؟ صح يا ياسين. دونك الار بي تنزل بيولي فيها واحد، كي تنزل على القرص هذا، نزلتش على القرص هذا بصدعك، وقتها البروغرام برينسيبال يوقف، وقفنا مثال في رقم خمسة، ونتعداو للبروغرام سيكوندير. شنو فيه البروغرام سيكوندير؟ اللمبة الحمراء تشعل، تشعل مثال لمدة سيكوندا وتطفى. بعد ما يوفى البروغرام سيكوندير وين نرجعوا؟ وين نرجعوا بعد ما يوفى البروغرام سيكوندير؟ وين نرجعوا؟ نرجعوا للبروغرام برينسيبال مرة أخرى اللي هو في الحالة هذه كونتر. دونك شكون اللي خلانا نخرج من البروغرام برينسيبال وهزنا البروغرام سيكوندير؟ شكون اللي خلانا نخرج من البرينسيبال ونمشي للسيكوندير؟ شكون هو؟ شكون اللي خلانا نخرج من البرينسيبال وهزنا للسيكوندير؟ شنو هي الحاجة اللي صارت اللي خلاتنا نخرج من البرينسيبال وندخل للسيكوندير؟ اللي هي النزلة على الار بي زيرو، هيك شو معناها انتربسيون على الار بي زيرو. هاو بالبراتيك يا مهدي، فما انتربسيون أخرى؟ بالطبيعة فما انتربسيون أخرى، ما تصيرش على الار بي زيرو، تصير على قوس أخرين يتسماو الار بي إي. هذا ار بي زيرو قلنا، فهمنا هذا يا مهدي، وهذا شنو هو يا مهدي؟ هذاك يتسمى الار بي اي او. هو شنو حكايته هذا؟ هذا اشتجر انتربسيون على اي بين من الاربعه للسبعه، اي بين من هذا مش تجري انتربسيون من الاربعه للسبعه، من الاربعه للسبعه ولهنا من الاربعه للسبعه. واضح ولا مش واضح هذه؟ اي انتربسيون باش تجرى من الاربع للسبعه، من الاربع للسبعه تتسمى انتربسيون، كما صارت على الار بي زيرو تنجم تجي على اي قرص من الاربع للسبعه، يتسمى الار بي اي. ار بي اي يتسمى. واضح ولا مش واضح؟ باه والله يضرب المواضع العمليه هذه. دونك هذه الار بي زيرو اللي حكينا عليها، هذه على الار بي زيرو، وعندنا هذه على الار بي اي معناها من الاربع حتى هيك للسبعة. هذوك سادة يعملوا انتربسيون، هذا اللي لازمك تعرفه في الانتربسيون. مالا يا مهدي، هذا مش نومة، هذوما ريتها الصفراء تابع الصفراء هذه، والحمراء تابع الحمراء هذه، والحمراء والخضراء تابع الخضراء، والحمراء تابع الحمراء، يعني هذوما تابعين بعضهم، يعني صفراء بصفراء، خضراء بخضراء، حمرا بحمرا، شنو هي هذه؟ وقتها تصير الانتربسيون على ار بي زيرو في الحاله هذه، هو على ار بي زيرو هذا، وقتها تصير الانتربسيون على ار بي زيرو، وقتها اللامبه هذه تشعل، اي ان تي اف، يعني معناش لامبه، يعني في الحقيقه الواحد ولا صفر عندنا، وقتها البيت هذا يا اخو واحد، وكان صارت يا مهدي الانتربسيون لنا على هذا على الار بي اي، وقتها اللامبه هذه او بالاحرى البيت هذا يا اخو اوكي. دونك البيت هاك يبدا صفر كي تصير لانتربسيون، وقتها يخدم متين يخدم هذا، دونك كي تصير لانتربسيون. واضح ولا مش واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ مفهوم شباب ولا مش مفهوم طالع؟ فواحد باش لانتربسيون تصير، باش ينجم الدرس اللي نحكوا فيه نتاع لانتربسيون يخدم، عباره انت عندك كهرباء ما تنجم تخدمها الكهرباء وتبدل الفيتاسات الا ما تكون خاطفه، هذه اللي تخطف الكهرباء. هذه اور بروجرام 00، هذه الانتربسيون على الار بي 0، كان انت عندك انتربسيون على الار بي 0 تستعمل هذا، وهذه الانتربسيون على الار بي اي. يا مهدي شنو معناها ار بي اي؟ يعني من الاربعه للسبعه،
هذا اللي لازمك تفهمه انت. طب فهمت هذا؟ ديجا خطوه كبيره برشا. علاش تحبوا نعملها على التلفزيون مثال؟ خلينا نرجعوا لك التمرين بتاعنا لهنا، كلام تاع اللامبا وكونتور وكل شيء. الانتربسيون عملتها على البي زيرو دونك نجي لهنا ونحط واحد، وعنديش انتربسيون من الاربعه للسبعه، ما عنديش دوك نحط صفر. هذوما انت ما تستعملهمش، انت حط فيهم صفر. مش كي انت تخدمهم هكوما، مش كي انت تخدمهم، شكون يخدمهم؟ يخدمهم كي تجري على الانتربسيون. يا مهدي فسرها لي شو معناها تخدمهم كي تجري على الانتربسيون. مثال انا ركبت كاميرا، من الاول الكاميرا شو نحطها ساكته معناها ما تبداش تزوق، متين تولي تزوق الكاميرا، شكون يجاوبني؟ متين الكاميرا تولي تعيط، متين جاوبوني عاد. من الاول تبدا ساكته الكاميرا صفر، متين الكاميرا تاخو تولي تزايط، متين كي تصير سرقه. دونك كي تصير سرقه وقت الكاميرا تشعل، مش انا نشعل الكاميرا ردة تزوق، كي تصير سرقه تشعل. اوكي قاعدين تفهموا فيا؟ مش قاعدين تفهموا فيا؟ دونك هذوما يبداو صفر. كي تصير سرقه وقت البيت هذا الاخضر الاي ان تي اي اللي تابعوا اي ان تي اس، وقتها هذا يا اخو واحد، وقتها يا اخو واحد. اوكي كي ناخذ مثال السرقه، يعني مثال اني يعني نعطيكم بيك، نفترضوا هذا بيك، باش نجي لنا على ربي زيرو واش نربطه ما نعرفش اني يعني لهنا بكابتور، كابتور نتاع يكبتي العباد، هذا كابتور انفراروج مثال نتاع السرقة. اكزومبل هذا يعطيته لكم، استنى هذا كابتور انفراروج يكبتي السراق. باهي البروجرام برينسيبال شنو نعمل؟ انه اللمبه تبدا ما تشعلش من الاول تاع التزويق، هذا البروجرام برينسيبال العادي، انه اللمبه تبدا طافيه، بروجرام برينسيبال اللمبه تبدا طافيه. البروجرام سيكوندير اللمبه تشعل بالاحمر تبدا تخرج في صوت. اوكي ترى دونك باش نجيش نطبق، يعني شكون يخدم معايا التمرين هذا؟ شكون يجي يخدم معايا التمرين هذا؟ خلينا من الكور دانتربسيون يسار ونزيد نسهلها لك، اسم اللي هي موجوده، شكون يجي يخدم معايا التمرين هذا؟ اعطيني عبد بركه افيشي، شكون؟ اني ميرا تفضلي، منى تفضلي، منى أسلم سي. شو منى مسالها؟ دونك عندنا دو بروجرام، عندنا بروجرام برينسيبال اللي هي اللمبه، شنو تكون حالتها في البروجرام برينسيبال؟ جاوبني طافية. طافيه. كي تجرى السرقه شنو شي صار لها اللمبه؟ تشعل. اي سيدي كي عمر معايا الجدول جي بي اي، شنو تاخذ هذه؟ عمر معايا انت الجدول، امشي جي صفحات الاي اي اي اي، شنو تاخذ؟ هذيك زيرو ما نخدموش بها، ب تي زيرو اي اي، شنو تاخذ؟ زيرو الاي ان تي اي اللي هي انتربسيون على ار بي زيرو. تقول لي يا مهدي كيفاش عرفتها؟ يقرا دوسي تكنيك انا اعطيك، ار بي زيرو ار بي زيرو شنو هي هذه؟ شنو تاخذ؟ هذيك علاش؟ فسر لاصحابك. على خاطرها تابعة للانتربسيون، إذا باش تشعل لامبة ديك تولي صحيت. والار بي اي كادر، هذه الار بي سات عندناش منها انتربسيون على الار بي اي؟ عندناش. عنا، أما نحن تو نخدمو بالار بي زيرو. لا ايه استعملتهاش يعني من الار بي كادر للار بي سات؟ هل استعملتها يعني؟ لا هل ما استعملتها؟ ما استعملتهاش. استعملتهاش. دونك شو نحط؟ زيرو زيرو. قولنا لا لواء هذيك زيرو زيرو هذوما ديما زيرو، هذوما ديما زيرو، ديما زيرو. اوكي دونك ريت الريجيستر شو طلع فيها؟ طلع فيه 9 و0 90، كيك ولا مش كيك؟ جيست خلينا نزيد نفسر لك شويه، هذا هو اللي حاجتي بيك تفهموني لا اكثر ولا اقل. كي تصير الانتربسيون شنو يصير؟ كي تصير الانتربسيون وقتها اللمبه هذه تشعل، 200 دونك اللمبه هذه تشعل، جاوبني 200. يتصير انتربسيون تولي كي تصير انتربسيون معناها تخلص السرق، اللمبه الحمراء تولي تشعل، واوتوماتيكمون هذه شنو يجرى لها؟ شنو يجرى اللي هي لها؟ اللمبه الخضراء هذيك اي ان تي اف، شنو يجرى لها؟ تولي 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 تشعل. فهمت ولا ما فهمتهاش؟ ايوه هذه اوكور د انتربسيون معناها، اما من الاول انت ديما تحطها صفر، كي يدخل السارق وقت هي تاخوها، كي يدخل السراق للدار. اوكي فهمناها البرنسيب ولا نتاع الانتربسيون؟ اي حاجه قلتها لكم من طاوة جي اي اي شنو تعمل؟ هذه مكتوبه لهني، وهذا يعطيه لك في التوسي تكنيك، يا اكتيفي الانتربسيون يا ديزاكتيفي. هذه اور بروجرام، هذه اور بروجرام،
وهذه اور بروجرام. الاي ان تي اي هذه تخدم لك على ار بي 0 ولا ما تخدم لكش، يعني اكتيفي ولا ديزاكتيفي. الار بي اي تخدم لك على الار بي 4 الار بي 7 ولا ما تخدم لكش الار بي 4 الار بي 7. تي 0 اي اف انديكاتور، انديكاتور معناه يوريك مؤشر هل صارت انتربسيون ولا لا، هذا اور بروجرام قلنا. اي ان تي اف يوريك صارت على الار بي 0 ولا ما صارتش، والار بي اي اي يوريك صارت على الار بي اي ولا ما صارتش، يعني من الار بي 4 للار بي 7. كل من الانتربسيون كان قلت لك كلمه ار بي اي اعرف راني نحكي من الاربعه للسبعه. اوكي واضح ولا مش واضح؟ اوكي مستر واضح. هذيك هي العمليه شنو هي؟ جست شدوا البارتي هذه نعاودها وما رجعت ونزيدوا نخدموا عليها اكثر. شنو هو؟ نشدوا في مخاخ، تشدي حد شيء في مخك، افهمني الكلام اللي كنت نقول لك فيه، والجدول هذا كيفاش يتعمل؟ كيما الاكزومبل اللي جبتها هي فدخلوه معايا، هذا هو اللي لازمك تشده، الكلام اللي قالته صاحبتك. عرفت انه هذه واحد، هذه اور بروجرام صفر صفر، الانتربسيون رات القرص على الار بي زيرو، عرفتها الانتربسيون على الار بي زيرو حطت واحد، لان ما عندهاش الانتربسيون صفر، وهذا ديما صفر، خاطر مش انت اللي تخدمهم هذا. تشد ديجا هذا في مخك وتفهمه، ما تحفظوش خاطر الكتيبه موجوده في دوسي تكنيك، تفهمه يا برو، جوك احلى جو. اوكي شباب واضح ولا مش واضح؟ واضح مسيو. مسير المره الجايه ندخل لتايمر زيرو، ديجا باش نزيدو سيونس في الصلاه راهو، نزيدو ان شاء الله سيونس في الصلاه. اوكي باش نزيدو سيونس في الصلاه وندخلكم حتى لو دي جروب مع بعضكم، ونزيدو سيونس اخرى في الصلاه ان شاء الله، نربحوا بها الوقت ونزيدو حتى سيونس بتاع شويه نصائح في الصلاه، عسى نغيروا الصلاه ما نعرفش متين بالضبط، خاطر انتم ديجا مش لي دي نيفو مش قد تقدم، اما باش نزيدو بالطبيعه تريك على لوجيك كومبيناتوار نحب نزيد نتعاود عليه، كان تعطينا سيري ولا ديفوار، ديجا هبط لكم سيري زايده وهبط لكم ديفوار. علاش بيت ان درناه صفر؟ علاش البيت ان؟ انا هو برو البيت ان درناه صفر، هذا يا برو كي صارت الانتربسيون وقت تخلص صراخ للدار، مش صار البروجرام سيكوندير خدم، كان البروجرام سيكوندير خدم لازم الفلاج هذا يا اخو ان. علاش هذا يا اخو ان؟ خاطره تابع الاي ان تي اي هون. ها اجا اقرا معايا، اقرا ان انديكاتور دانتربسيون اكسترن سور ار بي 0 اي اكتيف، يعني مؤشر يدل انه الانتربسيون على الار بي 0 خدمت، كتبوا لك بالفرنسيه الكلام كتبوا لك ايه شنو نقراو، مازلنا الكونفرتي سور مازلنا تايمر 0 كان كملنا هذا برسك في الدرس معنا، والانتربسيون هذه حكايه فارغه شي مكفي هي تعطوني فهموا ما تخافش، شويه صبروا كمان شويه صبرتم باهي شباب واضح ان شاء الله هيك تكون البارتي واضحه الاخرانيه، نعاودها مازلنا باش نخدموا على البارتي الاخرانيه، مازالت كبدايات مشوفات، اما ال سي دي كملناه هذاك هو ال سي دي شنو فيه، البارتي الاولانيه سادة كملناها، ان شاء الله تكون البارتي هذه واضحه باش نزيدوا سيونس اخرى في الفاكونس ما نعرفش شنتين، ملتقانا شباب ان شاء الله في السيونس الجايه اللي تكون زينه، اي نخليكم شباب.